ما بقاش شي حاجه اللي غادي اللي غتخاف عليها. علاش غتخاف؟ حنا ما بقينا حتى الناس وما بقينا حتى نشوفوا الدوار كامل، ما بقاش شي ناس. الدراري الصغار تيقراو ما بقاوش قادين يمشيو للمدرسه مع الصباح. قال لك راه بزاف هادشي، وبزاف هادشي بزاف حقره. حنا محقورين هنا، من داها فينا من داها فينا. ها انت تشوف انا كامل تنفيبري. هادشي اشنو غادي فين غنوصلوا به؟ واش حنا يهود؟ حنا مسلمين، بغينا حقنا، بغينا يبان المجرم اللي دار فينا هادشي، بغينا نشوفوه، بغينا ينال العقاب ديالو. حنا ما كنطالبوش بشي حاجه اخرى، كنطالبوا بان يبان الحق. هاد العصابه اللي كاينه معاه يجبدها، سواء دوار كامل خايف باغي يجي يواسيك ويجلس معاك، خايف ما قادش يجي، مشى تيجري لدارو باش يحضي تبنو تا هو غتشعل فيه العافيه. وبقيتي حتى تشوف العافيه وتسطاسر برشي، شكون اللي غيديها فيك؟ تلاح في هذيك العافيه، شكون اللي غيديها فيك؟ وبغينا حقنا، بغينا نعرفوا شكون اللي دار فينا فينا هذا الشيء، بغينا نعرفوا. حتى كما كتشوف اخويا، حتى كتشوف وخلاصه القول اللي غنقول لك، حنا بغينا حقنا، حنا كنطالبوا السلطات تبين لنا حقنا. حنا وليدي هاد الناس حرقونا ناعسين ثلاثه الليل ولا ثلاثه ونص ولا ثلاثه وربع، عاد جا واحد السيد قعدنا كيسخي في بطاطا، قال انا نضرت ما تحرقتو، ملي نض ناس انا العافيه شاعلوا البهيمات حداها. البهيمات حداها هاتا كتشوف ها البلاصه اللي فيها البهيم، ها حنا واقفين فيها، ها فين كاينين. ملي نضنا نصيبوا العافيه شاعله بدينا نقطعوا البهيمات بدينا نجريو، كون ما فايقونا شكون يتحرقوا لنا البهيمات، كون يتحرقوا لنا البهيمات وتحرقوا لنا محنونا وكرفصونا، ما تليناش نقدروا نخرجوا في الليل، ما تليناش نقدروا نخرجوا، ولادنا ما تلوش يقدروا يخرجوا، عيروح لي تسدوا علينا الدفوف. واليوم تحقرنا 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 تحقرنا، واليوم عطينا حقنا، بغينا حقنا، بغينا حقنا يبان، بغينا تحقد علينا السيطره في العروبي، قال احنا مسيطرين علينا بزاف، رحنا نحقق. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.